الشباب يمارس السياسة، لكن ما كيمشيش للصناديق الاقتراع باش يصوت. هنا فين كاين المشكل؟ وعلاش ما كيشاركش في صناديق الاقتراع؟ راح تجي مجموعة من الإشكاليات فيها اللي عندكم فيها الحق، وكاين فيها الإخصام تقال ومتحلل باش ما نصرش الحكم قيمة وما نتسرعش الكلام عن أي شباب إلا تحبت. شكون هاد الشباب اللي كنتكلمو عليه في المغرب؟ من 15 سنة إلى 34 سنة عندنا 11 مليون و 600 ألف شاب وشابة. من 15 إلى 34 11 مليون و 600 ألف شاب وشابة. هل 11 مليون و 700 ألف يفكرون بنفس الطريقة في مختلف الأقاليم والجهات؟ ممكن نعم، ممكن لا. من منا عنده الحقيقة؟ تواحد ما عنده الحقيقة. إذا جماعة يمكننا نصنعوا الحقيقة. جماعة لهذا السبب هناك الأكاديمية الأولى للشباب التجمعي واللي خصنا نخرجوا واحد مجموعة أفكار مشتركة اللي غتولي شي حقائق تقاسموها فيما بيننا. أعتقد هناك في الساحة السياسية اليوم أنتم كتبعوا حزب من الأحزاب يدعي أن عنده شريبة، وديك الشريبة ما حملهاش على النقاش اللي كتبنوا أنتم، ما حملهاش على النقاش، عندها قناعة بمشروع مشترك. واش حنا في التجمع الوطني للأحرار عندنا قناعة بالمشروع المشترك الذي ندافعوا عنه، ممنهج على حزب التجمع الوطني للأحرار وعلى القيادات ديالو. علاش؟ لأنه لمسوا الجدية ولمسوا القيم اللي يدعون أنهم يدافعون عنها. كتبين بأن ما بقاش عندهم إلا تعلمنا حنا. داكشي علاش كيخرجوا كيهجموا على النبي عبد المطلب، كيهجموا على تاع الزمان قلبي على عليكم انتوما كشريف البارح في الجريمة. شنو كيقولوا؟ تخلصوا باش تجي وعن الدستور. هل يوجد هناك قضاء شعبي؟